بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعليه أتوكل. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وكرمك ورحمتك. سقى ابن هشام في الثرى نوء رحمة، تجر على مثواه ذيل غمام. سأروي له من سيرة المدح مسندا، فما زلت أروي سيرة ابن هشام. رحم الله الإمام الجليل ابن نبات الأديب الكبير الذي صاغ هذين البيتين، وقليل في حق الإمام ابن هشام هذان البيتان على أنهما عظيمان. سأروي له من سيرة المدح مسندا، فما زلت أروي سيرة ابن هشام. وفي البيت تورية كما تعلم. ما زلنا نتابع الكلام في التعليق على شرح الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى على كتابه شذور الذهب، وكنا قد وصلنا إلى النوع السادس من المنصوبات، وهو المشبه بالمفعول به. المشبه بالمفعول به، بعد أن انتهينا من الكلام على المفاعيل الخمسة، وأخر في الذكر المفعول معه كما ذكر، لأنه مختلف فيه سياسيته، ولأنه يكون بواسطة وهي الواو بخلاف سائر المفاعيل الأخرى. نتابع. طبعاً تكلمنا البارحة بما يسمح به المقام من الكلام على المفعول معه. قال الإمام رحمه الله تعالى، ثم قلت السادس المشبه بالمفعول به نحو زيد حسن وجهه، وسيأتي. وأقول السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به، وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، وذلك في نحو قولك زيد حسن وجهه بنصب الوجه، والأصل زيد حسن وجهه بالرفع، فزيد مبتدأ وحسن خبر ووجهه فاعل بحسن، يعني فاعل بالصفة المشبهة. الصفة المشبهة ترفع فاعلاً، والصفة المشبهة تؤخذ من مصدر اللازم، لا تؤخذ من المتعدي، تؤخذ قياساً من مصدر اللازم. إذن هي لا تنصب مفعولاً به، لا تقوى على نصب مفعول به، ولذلك فهي إذن كما ذكر هنا هي لا تنصب المفعول به. طيب، فما تخرج قولهم زيد حسن وجهه؟ قال لأن الصفة تعمل عمل الفعل، وأنت لو صرحت بالفعل فقلت حسن بضم السين وفتح النون لوجب رفع الوجه بالفاعلية، يعني قلت حسن وجهه، لأن حسن من الباب الخامس، الباب الخامس ضمتان فعل يفعل، والباب الخامس كل أفعاله لازمة باضطراد، كل أفعاله لازمة. قال لوجب رفع الوجه بالفاعلية، فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع، ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة. لاحظوا يا جماعة كلام النحويين، وارموا وراء ظهوركم الآن كلام من يقول إن هؤلاء يشتغلون بالألفاظ، إنهم لا يراعون المعاني، إن هذا العلم ضرب من السخف، هكذا يقولون، إن هذا العلم ضرب من إضاعة الأوقات. اسمع تخريج النحويين لقولهم زيد حسن وجهه، قال ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة، أي الصفة المشبهة، فحولوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد. إذن زيد حسن وجهه كلام عادي، فإذا أردت المبالغة في المدح ماذا تقول؟ حسن وجهه. حينئذ حسن فاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ماذا؟ يعود على زيد، يكون قد مدحت زيداً أولاً ثم فسرت النسبة، لأنك عندما قلت زيد حسن هو، من أي ناحية أنت مدحته؟ من أي ناحية أنت نسبت الحسن إليه؟ نسبة الحسن إليه غير واضحة. قال فحولوا الإسناد عن وجهه، عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد، ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمه بجملته. زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، حسن هو،
فالحسن قد عمه بجملته. فقيل زيد حسن أي هو، ثم نصب وجهه، وليس ذلك على المفعولية، لأن الصفة إنما تتعدى تبعا لتعدي فعلها، وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى، فكذلك صفته التي هي فرعه، ولا على التمييز، هذا معطوفا على قوله لا على المفعولية، ليس ذلك على المفعولية ولا على التمييز، يعني وجهه بالنصب ليس مفعولا به ولا تمييزا، لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير، ومذهب البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة. وإذا بطل، طبعا قل بطل ولا تقل بطل، بطل فلان فهو بطل، وبطل الشيء فهو باطل، وشتان ما بينهما. وإذا بطل هذان الوجهان تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به، وذلك أنه شبه حسن يعني الصفة المشبهة بضارب يعني باسم الفاعل، وهي في الأصل مشبهة باسم الفاعل، لأن كل منهما صفة، صفة يعني مشتقة، صفة تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، وهي طالبة لما بعدها بعد استيفائها فاعلها، فنصب الوجه على التشبيه بعمر في قولك زيد ضارب عمرا. إذن طالما أنها مشبهة باسم الفاعل فقد أخذت وجها من الشبه، فنصبت اسما مع أنها لا تقوى على نصب مفعول به على سبيل التشبيه باسم الفاعل الذي ينصب مفعولا به. قال فحسن مشبه بضارب، ووجهه مشبه بعمرة، وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا إن شاء الله في موضع. إذن يا كرام، الإمام ابن هشام هنا يريد أن يشير لك إلى ناحية مهمة، هذا الخلاف اللفظي نتيجة لخلاف معنوي، فرق كبير بين أن تقول زيد حسن وجهه وزيد حسن وجهه، فرق كبير جدا. زيد حسن وجهه هو المستوى العادي، زيد حسن وجهه للنصب هذا يكون عند إرادة المبالغة، تريد أن تمدحه جدا، حرت في العبارة التي توجهها فقلت هذا حسن هو، فقد نسبت إليه الحسن مرتين، نسبت الحسن إلى الوجه مرتين، مرة داخلا ضمن الحسن الجملي لزيد إذ إن الوجه جزء منه، ومرة مخصصا من الوجه خارجا عنه. قال ثم قلت السابع الحال، وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الجملة قبله، نحو فخرج منها خائفا، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فتبسم ضاحكا، وأرسلناك للناس رسولا، وأنا ابن دارة معروفا بها نسبي، ويأتي من الفاعل ومن المفعول ومنهما مطلقا، ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه، نحو لحم أخيه ميتا. نحو لحم أخيه ميتا. نعم. أو كبعضه، نحو ملة إبراهيم حنيفا. نعم. أو عاملا فيها أي في الحال، نحو إليه مرجعكم جميعا، وحقها أن تكون نكرة منتقلة مشتقة، وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصة أو عامة أو مؤخرة، وقد يتخلف. وأقول السابع من المنصوبات الحال، وهو يذكر ويؤنث، وهو الأفصح، أي والتأنيث أفصح، هو هنا ضمير عائد على المصدر المضمن في الفعل، لأن يؤنث لأن كل فعل فيه مصدر، ويؤنث وهو أي التأنيث أفصح، فقولك حالي حسنة أفضل من قولك حالي حسن، قال يقال حال حسن وحال حسن والثانية أحسن، تمام؟ وقد يؤنث لفظها. إذن يا جماعة، كلمة حال من المؤنث المعنوي، كلمة حال من المؤنث المعنوي. طيب
قد يؤنث لفظها لكنه خلاف الأحسن قليل، فيقال حاله بالتاء، فحينئذ يكون حال بلا تاء للمذكر وحاله بالتاء للمؤنث، والأحسن أنها مؤنث معنوي بلا تاء. قال الشاعر وهو الفرزدق: يفخر بإيثاره الماء غيره، على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتم. يعني أنا آثرت غيري بالماء وكنت على حالة، لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتم، فاستعمل حالة بالتاء، استعمل حالة بالتاء. والبيت قبله كما هو أمامكم: فآثرته لما رأيت الذي به، فآثرته لما رأيت الذي به على القوم أخشى لاحقات الملاوم. هذه عادة العرب قديمة، يخشون المعرة، يخشون السبة، أن يقول الناس عنهم إنهم لا يكرمون. فآثرته لما رأيت الذي به على القوم أخشى لاحقات الملاوم، على قومي أخشى لاحقات الملاوم. طيب، على حالة، بما نعلق الجار والمجرور على حالة يا كرام؟ آثرته على حالة، نعم، بما نعلق الجار والمجرور على حالة؟ على حالة، بما نعلق الجار والمجرور؟ بحال محذوفة. نعم من أستاذ. الضمير في بحال محذوفة من الضمير التاء آثرته. الله من الفاعل. أحسن الله إليك. فآثرته كائنا على حالة، يعني أنا على حالتي. فآثرته كائنا على حالتي. طيب، على جوده بما نعلقها؟ بما نعلق شبه الجود؟ لو أن في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتم. بحال محذوفة من حاتم. أيا منهما أستاذ؟ لو أن القوم حاتما لظن بالماء حاتم. الثانية تماما. الثانية. لظن بالماء حاتم كائنا على جوده. نعم. هي قيد لهذه الجملة. لظن بالماء حاتم جوادا، حال كونه جوادا. نعم. طبعا وانا علقتهما ها هنا لان لهما يعني صلة ببحثنا اليوم. قال وحدوه في الاصطلاح ما ذكرت. نعم نعم. قبل قلت الحال مؤنث معنوي. نعم. هل هناك فرق بين مؤنث معنوي ومؤنث مجازي؟ تمام. المقصود انه مؤنث معنوي اي لا تصيبه التاء. طبعا هو مؤنث مجازي من حيث الجنس. انا الان اتكلم من حيث العلامه، من حيث العلامه اي لا تلحقه علامه التانيث، هو مؤنث معنوي. ومن حيث الجنس هو مؤنث مجازي وليس مؤنثا حقيقيا. نعم. اذا قال وتعريفه في الاصطلاح ما ذكرنا، وهو قوله: وصف فضله مسوق لبيان هيئه صاحبه او تاكيده. طيب، سيأتي الآن ويفسر كل هذه الأمور. فقولي وصف جنس يدخل تحته الحال والخبر والصفة. وما معنى وصف يا كرام؟ لا تنسوا، وصف أي مشتق، وصف أي مشتق. طيب، وقولي فضلة فصل مخرج للخبر، فصل مخرج للخبر، نحو زيد قائم، لأن الخبر كما تعلمون عمدة وأحد ركني الجملة. طيب، وقولي مسوق لبيان هيئة ما هو له مخرج لأمرين، أحدهما نعت الفضلة من نحو رأيت رجلا طويلا ومررت برجل طويل، فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة، وإنما سيق لتقييد الموصوف، وإنما سيق. وإنما سيق لتأكيد أو لتقييد الموصوف، وجاء بيان الهيئة ضمنه. ركزوا يا كرام. قال: أنا عندما قلت وصف هذا جنس يدخل تحته الحال والصفة والخبر، كل منها وصف. طيب، فضلة خرج الخبر لأنه عمدة. مسوق لبيان هيئة ما هو له خرج النعت. خرج النعت.
فإنه نعت الفضلة طبعا، يعني نعت العمدة كالعمدة، خرج نعت الفضلة. لما؟ لأن نعت الفضلة مسوق لتقييد الموصوف لا لبيان هيئته، لا لبيان هيئته. ولذلك فرق كبير بين أن تقول مثلا جاء زيد، أو مثلا جاء زيد مبتسما وجاء زيد المبتسم. فرق، جاء زيد مبتسما بينت هيئته، هيئة زيد حين الإقبال. جاء زيد المبتسم أي الذي عادته الابتسام، وصفتها هنا للتوضيح وليست لبيان الهيئة، لبيان هيئته حين وقوع الفعل. وكذلك رأيت رجلا طويلا، رجلا نكرة، والنكرة متعطشة للتقييد، هي تكون مبهمة فيأتي ما يقيدها. نعم، فذلك رأيت رجلا طويلا طويلا، صحيح أنه وصف وصحيح أنه فضل مثل الحال، لكنه ليس مسوقا لبيان الهيئة بل لتقييد الموصوف، مسوقا لتقييد الموصوف. طيب ماذا أخرج قوله مسوق لبيان الهيئة؟ قال أخرج نعت الفضلة، وأخرج بعض أمثلة التمييز، قال والثاني بعض أمثلة التمييز نحو لله دره فارس. فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه، طبعا لا تنسوا هذا التعبير غير الصحيح، فإنه وإن كان وصفا فضلة لم يسق لبيان الهيئة، خلاص لا حاجة إلى الاستدراك. فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة، ولكنه، ترون القلق في هذه العبارات، ولكنه سيق لبيان جنس المتعجب منه، وجاء بيان الهيئة ضمنا، يعني لله دره فارسا. فارسا هنا ليس حالا. طيب لما؟ قال هو صحيح أنه وصف، فارس هنا وصف يعني مشتق، وهو على خلاف الأصل، التمييز في الأصل جامد، ففارس ها هنا جاء مشتقا لكنه ليس لبيان الهيئة، ولكنه سيق لبيان جنس المتعجب منه. سيق لبيان، أنت قلت لله دره، لاحظ معي من أي ناحية تتعجب منه، من أي ناحية تتعجب منه؟ من ناحية كونه فارسة. ثم لاحظوا معي يا كرام، التمييز يكون على معنى من، والحال يكون على معنى في. لذلك لله دره من فارس، لأنه كان على معنى من جعله تمييزا. طبعا هذا قول جمهور النحويين، وبعضهم جعله حالا جريا على اللفظ، أخذ أمارة من الأمارات وهي أنه مشتق، والمشتق يكون حالا، أما الجامد فيكون تمييزا. لكن لا، هناك أمارات أخرى وضمائم أخرى، هو هنا على معنى من، وليس مسوقا لبيان الهيئة أصلا، وإنما هو مسوق لبيان جنس المتعجب منه. قال وقوله أو تأكيده إلى آخره تممت به ذكر أنواع الحال. والحاصل أن الحال أربعة أقسام: مبينة للهيئة، وهي الحال الشهرى، المشهور أن الحال مبينة للهيئة. طيب كيف تكون الحال مبينة؟ طبعا وتسمى المؤسسة، أي تؤسس معنى جديدا لا يفهم بغير ذكرها، وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، لا يستفاد. جاء زيد ضاحكا، احذف ضاحكا، لا يستفاد معنى الضحك إلا بذكر ضاحكا، هذه حال مؤسسة أو مبينة للهيئة. قال ومؤكدة لعاملها، وهي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها معناها. ومؤكدة لصاحبها، وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها. ومؤكدة لمضمون الجملة، وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة. قال فالمبينة للهيئة كقولك جاء زيد الراكبة، لاحظوا إكرام راكبة، إذا حذفت لم تستبن معنى الركوب. وأقبل عبد الله فرحا، وقول الله تعالى فخرج منها خائفا، هذه حال مبينة مؤسسة. والمؤكدة لصاحبها كقول تعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فجميعا حال، من صاحبها؟ كلهم، فجاءت الحال مؤكدة لصاحبها.
هي أفادت الشمول وهو موجود في كلهم. وقولك جاء الناس قاطبة، قاطبة حال مؤكدة لصاحبها الناس، أو كافة أو طرا. وهذا القسم أغفل التنبيه عليه جميع النحويين، وفي كلامه هذا نظر، بل هو مسبوق بذكر هذا، ذكره كثير من النحويين قبله. ومثل ابن مالك بالآية للحال المؤكدة لعاملها، صحيح وهو سهو. نعم، ابن مالك مثل بهذه الآية: لآمن من في الأرض كلهم جميعا، في التسهيل، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، مثل بهذه الآية لمجيء الحال مؤكدة لعاملها. أين العامل في الحال؟ هو آمن، هو الفعل. الحال هنا ليست مؤكدة للعامل، الحال هنا مؤكدة لصاحبها، لصاحبها. كنت سأقول شيئا يا كرام: جاء الناس قاطبة أو كافة أو طرا. قاطبة أو كافة أو طرا حال مؤكدة، جميل، نحن مع هذا الكلام. كيف كانت مؤكدة لصاحبها وهو الناس؟ لا بد من يعني فكرة أخرى تتمم هذه الفكرة حتى تتضح في الأثر. فما رأيكم؟ معنى ال، معنى ال في الناس. الله يبارك فيك. نعم يا أستاذ محمود، صحيح. معنى ال كيف؟ نقول معنى ال الجنسية للاستغراق. أيوة، ال جنسية للاستغراق الحقيقي. نعم. جنسية للاستغراق. وعلى هذا فقاطبة، قاطبة حال مؤكدة لصاحبها. أما إذا قلت، لاحظ معي، جاء الناس وأنت تعني جنس الناس، ثم أردت أن تبين أنهم جاءوا جميعا فهي حال مؤسسة، لكن غالبا لا يكون هذا، غالبا لا يكون هذا، وغالبا الحكم عليه بمثل هذا صعب. فنحن نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر. قال: والمؤكدة لعاملها كقولك جاء زيد آتيا. لاحظوا، آتيا حال مؤكدة لعاملها وهو جاء، لأن آتيا بمعنى جاء. وعاث عمرو مفسدا، نعوذ بالله، عاث عمرو مفسدا. أنا أريد أن أفهم يعني هؤلاء النحويين، زيد عندهم يعني في عز ومنعة، وعمر المسكين مضروب مهان ذليل، ثم هو الذي يعيث في الأرض فسادا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ألبسوه تهمة، يعني هم الذين وضعوا له الواو، ثم قالوا له إنه سرق الواو وهي لا تلزمه. فكان الله في عون عمرو، عاث عمرو مفسدا. نعم، فمفسدا حال مؤكدة، مؤكدة لماذا؟ لا لصاحبها بل لعاملها، لأن مفسدة بمعنى عاث. وقول الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وذلك لأن الإزلاف هو التقريب، فكل مزلف قريب. فكل مزلف قريب. وكل قريب غير بعيد. فقوله غير حال، حال مؤكدة لعاملها أزلفت، لأنها بمعنى، لأن غير البعيد هو المزلف. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، رسولا حال مؤكدة لعاملها أرسلنا. فتبسم ضاحكة، ضاحكة حال مؤكدة لعاملها تبسم، لأن الضحك من التبسم، ليس إياه لكن منه. ويعجبني قول شيخنا عبد البديع حفظه الله تعالى في خير وعافية وبركة في الحال المؤكدة: هي التي تقدمها نحو من معناها. تعبير جميل، هي التي تقدمها نحو من معناها، قريب من معنى. الضحك قريب من التبسم. وبعض النحويين يزعم أن ضاحكا هي غير الضحك، غير التبسم، فجعلها حالا مؤسسة، حالا مؤسسة، وفيه نظر. والآية فيها كلام آخر، بعضهم جعلها حالا مستقبلا مقدرة بالنسبة إلى ما قبله، يعني تبسم مقدرا الضحك، وفيه ما فيه. نعم. قال: ولا مدبرا، مدبرا حال مؤكدة لعاملها. ولا تعسوا في الأرض مفسدين، مفسدين حال مؤكدة لعاملها، لأنها بمعنى لا تفسدوا مفسدين، بمعنى لا تعسوا. لاحظوا هذه الآية العجيبة: ولا تعسوا في الأرض مفسدين، نهي مؤكد بالحال
المؤكدة، يعني تأكيد ليس على النمط المعتاد. وقد علم الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي أن البشر سيفسدون في الأرض أيما إفساد، نعم، إلى أن لا يبقى متنفس على الأرض فتزول بمن فيها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فإنه يقال عثي بالكسر يعثى من الباب الرابع، مثل علم يعلم إذا أفسد. والمؤكدة لمضمون الجملة كقولك زيد أبوك عطوفا، وقول الشاعر أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. وأشرت بقولي قبله إلى أنه لا يجوز أن يقال عطوفا زيد أبوك، ولا زيد عطوفا أبوك. طيب، المؤكدة لمضمون الجملة، لاحظوا معي، زيد أبوك عطوفا، عطوفا حال، حال مؤكدة لماذا؟ قال لمضمون الجملة. مضمون الجملة هنا بالإسناد زيد أبوك، الأبوة تقتضي العطف، الحنان، الرحمة، الإيثار. فعطوفا هي مؤكدة لمضمون تلك الجملة، نعم. فالعامل فيها معنوي، العامل فيها معنوي، ولعل هذا هو الصواب، على أن النحويين هنا يقدرون عاملا لها فيقولون زيد أبوك أحقه أو أعرفه عطوفا. عرفتم هذا يا كرام؟ وهذا ينافي أنها مؤكدة لمضمون الجملة. يعني طبعا هذه مسألة طويلة، لعلنا نشبعها بحثا في شرح المراد إن يسر الله عز وجل الوصول إليه، فما زال بيننا وبين شرح المرادي شقة، عسى الله أن يقرب المسألة. زيد أبوك عطوفا، قال وعطوفة حال مؤكدة لمضمون الجملة، أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، معروفا حال مؤكدة لمضمون الجملة، لأنه عندما قال أنا ابن دارة مضمون هذا الإسناد إثبات نسبه، أنا ابن دارة، فجاءت الحال توكيدا لمضمون الجملة. فالظاهر أن عاملها معنوي، وذكر هذا شيخنا في تعليقه على المرادي، لكن جماهير النحويين يقدرون هنا عاملا لها، أنا ابن دارة أعرف معروفا بها نسبا، أحق معروفا بها نسبا، هكذا يقول. على كل حال الإمام ابن هشام هنا لم يفصل، قال والمؤكدة لمضمون الجملة. ثم بينت أن الحال تارة يأتي من الفاعل، وذلك كما كنت مثلت به من قوله تعالى فخرج منها خائفا، خائفا حال، فإن خائفا حال من الضمير المستتر في خرج العائد على موسى عليه السلام، إذن حال من الفاعل. وتارة يأتي من المفعول كما كنت مثلت به في قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، فإن رسولا حال من الكاف التي هي مفعول أرسلنا، وأنه لا يتوقف مجيء الحال من الفاعل والمفعول على شرط، وإلى أنها تجيء من المضاف إليه، الحال يكون صاحبها المضاف إليه. طبعا قوله تجيء من الفاعل، تجيء من المفعول، يريد بذلك أن صاحبها فاعل أو مفعول أو مضاف إليه، وأن ذلك يتوقف على واحد من ثلاثة أمور، أحدها أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، كما في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فميتا حال من الأخ، وهو مخفوض بإضافة اللحم إليه، يعني هو مضاف إليه. كيف جازت الحال من المضاف إليه؟ قال والمضاف بعضه، والمضاف ها هنا بعض المضاف إليه، ولذلك صح مجيء الحال من المضاف إليه. وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، لاحظوا يا كرام، إخوانا حال، صاحبها الهاء في صدورهم، والهاء في محل جر مضاف إليه. كيف جاز مجيء الحال من المضاف إليه؟
قال لأن المضاف بعض المضاف إليه، فكأنه قال أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتا ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا، لأن المضاف بعض المضاف إليه جاز ذلك. والثاني أن يكون المضاف كبعض من المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه، وذلك كقوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم وهو مخفوض بإضافة الملة إليه، وليست الملة بعضه ولكنها كبعضه في صحة الإسقاط والاستغناء به عنها. ألا ترى أنه لو قيل اتبعوا إبراهيم حنيفا صح، كما أنه لو قيل أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتا ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا كان صحيحا على هذه المقاربات والمقارنات. الثالث، إذن تجيء الحال من المضاف إليه، إذا كان المضاف بعض المضاف إليه أو كبعضه في صحة الاستغناء عنه، أو أن يكون المضاف عاملا في الحال كما في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، فجميعا حال من الكاف، من الكاف والميم المخفوضة بإضافة المرجع، يعني مضاف إليه الكاف، طبعا الميم حرف لجمع الذكور مع التغليب لأن المراد الرجال والنساء، والمرجع هو العامل في الحال، وصح له أن يعمل لأن المعنى عليه مع أنه مصدر، ليس هنا مع أنه يعني هذا تقليل لعمله، لا يعني لا سيما أنه مصدر والمصدر يعملها هنا، فهو بمنزلة الفعل. انتبهوا يا كرام فهموها جيدا، لا تظن أنه لأن المعنى عليه مع أنه مصدر، أنه مع أنه هنا نحن نستعملها كثيرا هكذا، لا هنا يريد لأن المعنى عليه ولأنه مصدر، لا سيما أنه مصدر فهو بمنزلة الفعل. ألا ترى أنه لو قيل إليه ترجعون جميعا كان العامل الفعل الذي المصدر بمعنى، كان العامل الفعل الذي المصدر بمعنى، إذا كان المصدر عاملا أو إذا كان المضاف عاملا في الحال صح ذلك. والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم وأكرمكم، نقف هنا، واعذروني أنا سأخرج مضطرا الآن لأن الجرس يطرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام الله.